قبل اجتماع أو جلسة الميزانيات اجتمعت مع الأخ وزير المالية وطلبت منه معالجة عدة مشاكل حتى تكون هذه المعالجات بوادر خير للشعب الكويتي ليحصل على حقوقه ويتم رفع المعاناة عنه. من ضمن هذه الأمور اللي تكلمنا فيها المتقاعدين وأوضاعهم، وأيضا خفض نسبة الفوائد على الاستبدال من النسبة العالية إلى نسبة 1.5 ونعتبرها نسبة مقابل الإدارة، وأيضا عدة أمور أخرى تتعلق في الاستثمارات العامة للاستثمار والتأمينات وكل المشاكل اللي يعاني منها الشعب. وطبعا كون وزير المالية هو الوزير المختص في كل ما يتعلق بظروف المعيشية، لم أجد بكل صراحة إلى اليوم أي رد من الأخ الوزير، ولم يقم بإبلاغي بمعالجة أي مشكلة من المشاكل العشر اللي عرضتهم عليه.